وللمزيد من التفاصيل حول اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تنضم إلينا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، آخر ما لديك حول اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الآن؟ نعم، بعد التحية بالفعل نتابع معكم من الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات الاجتماع العاشر الخاص بالحوار الوطني. هذا الاجتماع الذي انتهى منذ دقائق قليلة والذي جاء بعد الاجتماع التاسع الذي تم في صباح اليوم. إذا تحدثنا في البداية عن الاجتماع التاسع فهو تم بحضور فقط أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمراجعة كل ما تم إصداره في الاجتماع السابق والذي تم يوم الاثنين الماضي بحضور رئاسة اللجنة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي مع المقررين والمقررين المساعدين، والذي تم فيه مراجعة كل اللوائح والقوانين التي صدرت في خلال الجلسات السابقة وأيضا تبادل وجهات النظر والتعارف بين المقررين والمقررين المساعدين. فكل هذه المعلومات والبيانات تم مراجعتها خلال اجتماع اليوم الأول والخاص بمجلس أمناء الحوار الوطني. بعد انتهاء الاجتماع التاسع جاء الاجتماع العاشر بحضور المقررين والمقررين المساعدين، وتم فيه أيضا تبادل الآراء مع مجلس أمناء الحوار الوطني وأيضا وضع آليات محددة لإدارة جلسات الحوار الوطني بعد ذلك، إلى جانب أيضا الاتفاق على أن يتم تقديم مقترحات لعدد من الأسماء الخبراء والشخصيات العامة التي ستشارك في جلسات الحوار الوطنية عن طريق اللجان الفرعية والمحاور الرئيسية التي تم اختيارها في السابق. وآخر موعد لتلقي هذه الاقتراحات سيكون يوم السبت القادم، إلى جانب تقديم يعني المقررين والمقررين المساعدين الخاص باللجان 19 الرئيسية، إلى جانب أيضا المحاور الرئيسية سيقوم بتقديم خطة عمل التي ستتم في الحوار الوطني خلال الفترة القادمة. يعني أيضا تم الحديث عن نتيجة ما تم في ثمان لجان أو ثمان جلسات سابقة تمت عن طريق مجلس أمناء الحوار الوطني، والتي تم فيها الاتفاق على تحديد ثلاثة محاور رئيسية هي المحاور السياسية والمجتمعية والاقتصادية، إلى جانب أيضا اختيار 19 لجنة منبثقة عن هذه المحاور الرئيسية. يعني من المنتظر أيضا في وقت قريب أن يبدأ الحوار الوطني، حتى الآن الحديث سيكون على نهاية الشهر الجاري مع مراعاة أيضا يعني الأحداث الدولية التي ستشارك فيها مصر خلال الفترة القادمة، على أن يستمر الحوار لمدة تقريبا ربما تصل إلى 5 أشهر، هذا يعني وفقا ما تم إعلانه منذ قليل. ولكن بالطبع سيتم يعني تحديد ما سيتم في الجلسات القادمة خلال الاجتماعات التي ستعقد على مدار الأسابيع القادمة قبل البداية الفعلية للحوار الوطني للخروج بالنهاية بعدد من التوصيات التي تأتي في مصلحة المواطنين. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. نعم، من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب كنت معنا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.